تصدر بحث تطورات الساحة السياسية الوطنية محادثات رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد عبد العزيز وزعيم المعارضة الديمقراطية رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد الدادة. وبعد المقابلة أدلى رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية بالتصريح التالي: استقبل فخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة وفعل الحديث حول التطورات الأخيرة وحول الميثاق اللي صدر وقضايا أخرى تهم البلد وتهم الاستقرار والأمن وشاكر فخامة الرئيس على هذه المقابلة.